مشاهدينا أهلا بكم. عندما يختلط الحزن بالفرحة، حزن على فراق الأحبة وفرحة لارتقائهما إلى مرتبة الشهداء والصديقين والصالحين، فتحت هاشتاغات عدة مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا خبر وصول جثماني الشهيدين بإذن الله تعالى الدكتور وليد العلي والداعية فهد الحسين إلى البلاد على متن طائرة أميرية. المغردون تداولوا مقاطع من الاستقبال الرسمي الذي تقدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح. المستخدمون تداولوا أيضا موعد ومراسم الدفن وموعد تقديم واجب العزاء. وبعد صلاة عصر اليوم انتشرت صور ومقاطع جنازة الشهيدين ومراسم الدفن في مقبرة صليبخات. ومن أكثر التغريدات انتشارا وتفاعلا تغريدة أطلقتها والدة الشيخ وليد العلي، والتي عبرت فيها عن فخرها بفلذة كبدها. المغردون دعوا الله أن ينزل على قلبها الصبر على فراقه، مؤكدين أن مثواه جنات النعيم مع الشهداء والصالحين. وحسب نظام تحليل البيانات، بلغ عدد التغريدات حول موضوع استشهاد الدكتور وليد العلي وفهد الحسيني رحمهم الله منذ إعلان الوفاة في 14 من أغسطس الجاري وحتى الساعة 5 من مساء اليوم على مستوى العالم بلغ 75,500 تغريدة.